جلسة المتتاليات. أول شيء عم نعمل مخطط للمتتالية الحسابية والهندسية. تتذكر كيف طريقة العمل لهالمتتاليتين. المتتالية الحسابية كل حد ينتج عن سابقه بإضافة عدد ثابت، لو كلمة إضافة. هذا العدد بنسميه أساس المتتالية بنرمز له R. أما بالهندسية شباب كل حد ينتج عن سابقه بضربه بعدد ثابت، بضربه. هذا العدد يسمى Q. إجل قاعدة الأساسية اللي تستخدمها بالمتتالية الحسابية يو نجمة ناقص يو قلب بيساوي نجمة ناقص قلب يو. النجمة والقلب هن دليلين، يعني 5 6 2 ان. اذا طلب منك يو ان استخدمها لهي، تحط بدل النجمة ان وبدل القلب اي دليل انت بدك اياه، وهكذا. تمام؟ قلت الفرقة اللي هون قربوا لهجية. اول بنات شافوا فؤادكم على الشمس، تعالوا هجية شوي. هون هون شكلكم قربوا عند فرج فيه، تعالوا هجية. فرقة هون كلها تعالوا هجية، مش عارف فؤادكم قاعدين على الشمس. تعالوا هجية. يا. هلا بدنا نطبق على الأمثلة طبعا. القاعدة الأساسية هنيك بالهندسية يو نجمة على يو قلب بيساوي كيوس نجمة ناقص قلب. اللي عم يسمع الصوت هلا ياسر بيصور لنا اللوح بننزله مخطط الصفحة. قاعدة المجموع بالحسابية عدد الحدود ضرب حد الأول زائد الأخير على 2. قاعدة المجموع بالهندسية الحد الأول ضرب 1 ناقص كيوس عدد الحدود على 1 ناقص كيوس. إذا لك برهن حسابية ببرهن إن يو إن زائد 1 ناقص يو إن يساوي عدد ثابت. إذا نسيت أتذكر ليك الحسابية ناتجة عن الإضافة، لذلك هي بتكون طرح. هي ناتجة عن الإضافة شو بتكون؟ طرح. شوف الهندسية ناتجة عن الضرب، لذلك القاعدة شو بتكون؟ قسم يو إن زائد 1 على يو إن يساوي عدد ثابت. طيب إذا عندك حدود متعاقبة هي نسميها، إذا قلنا A و B و C حدود متعاقبة، هي تبعية الحادي عشر أذكركم فيها. بالمتتالية الحسابية بتقول إنه البي تساوي A زائد C على 2. A زائد C على 2. هون البي تساوي إذا عندك حدود متعاقبة بي مربع بيساوي A ضرب C. هذا بجوز يلزمك. بدي صور له، حيصوره على السريع. رشد لي المخطط بعقلك. وين أختك؟ يلا كتبت المجموعة الثانية معكم. هاجا كتب الثانية. مين كان بالثانية يرفع ايده؟ طبعاً الأولى وين لك؟ طبعاً الأولى بشوفها لهنيك اليوم. تكتب الثانية الواضحة هي أحسن. خلوكم بهاي هاليوم أحسنكم. يوم استاذ. يوم. بكرة. اليوم هي لسه اليوم ببلش مش صورنا بدي بلش يلا. تعال نشوف يلا شو في أسئلة دورات ونماذج وزارية عن المتتاليات. وين نسختي أنا يا أستاذ؟ أول سؤال وين التسجيل؟ أيوة ما روح، ما فيها حركة ستوقع محطوطة على الطرف بالأرض ممكن بس هو مستحيل. انسى انسى الشوب ما تطلب مروحة. لا هون هون على فكرة ما عندي مروحة عينه، كلكم عندكم مراوح إلا أنا. والحرارة 55 هون بس خلاص، هذا وقت شغل وقت شو اسمه. انسى الشوب وركز.
هلا شوي تانية منجيبك محل وحدة من البنات منحطها هونيك. مايك هاجر؟ هاجر عليك نور وحا؟ ساندي معنا عوص. يا سؤال أول رفعت حزام الأمان وبدنا نركب أول. نتكن المتتالية يو ان تساوي 3 n + 1. جدد ذكريات. طبعا سؤال المتتالية جايك سؤال اكيد كم علامة؟ على الاغلب 75 علامة. على الاغلب 75 علامة. اذا حب يرقفوا فيك بيجيبوها ب 40 علامة. هي موجودة موجودة بالواقع وعلى الأغلب عم تكون إجبارية. قلت لكم التمارين عم تكون إجبارية عم يكون عليها 75 علامة. السؤال الأول يلا يو إن بيساوي وهي علامة مضمونة بشرط الواحد يكون شوي زيادة. يو إن بيساوي 3 n + 1. أثبت أنها حسابية وعين أساسها. حتى نثبت حسابية لك القانون يو ان زائد واحد ناقص يو ان يساوي عدد ثابت. يا تعال نحسب يو ان زائد واحد ناقص يو ان. يو ان زائد واحد بتروح على التمرين بدل كل ان تكتب ان زائد واحد. هيك نحسبها لهي 3 بتفتح قوس ان زائد واحد زائد واحد ناقص يو ان تفتح قوس بتعبي اليو ان جوات. هاي يو ان زائد واحد ناقص يو ان بتفك الاقواس. هاي عم تصير 3 n + 3 n عم يروحوا 3 + 1 = 4 - 1 عم يطلع الجواب 3. اذا طلع الناتج عدد شاني عدد يعني ما في بالجواب n معناها بتقول في علامة على انك تقول يساوي r. شوفها لا بدك تقول يساوي ثابت يساوي R. يساوي ثابت يساوي R فالمتتالية شو نوعها؟ حساب. هيك برهنا أن المتتالية حسابية أو متعادلة. طلب اللي بعده. يلا طلب اللي بعده. مو احسن هون؟ اذا بدك قربيك شوي صغير. تمام يلا. اي الاساس ثم احسب المجموع. الاساس احسب المجموع من يو صفر حتى يو 14. بتطبق قاعده المجموع بتقول له اس يساوي بدل من يو صفر حتى اليو 14. الحل اي صفحه عندكم؟ صفحه 9. اس يساوي واحد يفتح على السؤال واحد يفتح على الحل. مثل ما قلت لكم البارحه انت بتطلع على السؤال هون انت بتطلع على الحل هون. اس يساوي عدد الحدود بتعد من اليو صفر للكم عم يقولوا لليو 14. كم حد؟ 15 مو 14 15. اذا ما عرفت عدهم بايديك ورجليك 0 1 10 11 12 بتوصل او بتطلع 15 حد وليس 14. اذا نسيت بتقول اذا الحدود متعاقبه دليل النهايه ناقص البدايه زائد واحد. النهايه ناقص البدايه زائد واحد يعني هلا بصير عندنا 15 ضرب. الحد الاول يو صفر الحد الاخير يو 14 على 2 ضمن المجموع نفسه. يو صفر ويو 14 من وين بدنا نحسبهم؟ الحد العام. يو صفر بتحط بدل الان صفر بصير 3 × 0 + 1 يعني 1. هذا عم يطلع 1. اليو 14 يعني 3 × 14 + 1 3 × 14 = 42.
صح؟ زائد واحد 43. بصير عندك 43 زائد واحد 44. 44 على 2 22. 22 ضرب 15 303. تأكدوا من الجواب عندكم. طلع الجواب 330. الطلب اللي بعده. برهن ان المتتاليه متزايده تماما. كمان راح نذكرك كيف كنا نبرهن متزايده تماما، كيف كنا نبرهن متناقصه تماما الى اخره. كمان مخطط صغير نجدد الذاكره. يلا بيبي انتبه علي. معايير الاضطراب، اول شيء بيقول لك متزايدة تماما، بتقول له يو ان زائد واحد اكبر تماما من يو ان. دير بالك على اشارة الاكبر تماما، ما بصير تحط الله الشرطة. فين متزايدة؟ يو ان زائد واحد اكبر او يساوي اليو ان. شو سر النجاح بالامتحان بكره؟ سوري بعد بكره، انك تحل بطريقتين. برافو، هذا ضل ذكرك فيها مشان ما تنساها. بس تجحى، عفوا، بس تخربط حل بطريقتين. قبل ما يلغوها لهالقاعدة، لأنه أنا من كتر ما حكيت للعالم صاروا ينشروها. بكره بيقولوا ها طارت شو، ببطلوها بشيلوها. هالسنة موجودة، السنة الجاية رح تصير أتمتة أصلا. تمام، لذلك اللي بدها بكالوريا بدي أكلها. 99% عم يعملوا المناهج أتمتة. يو إن زائد واحد أصغر تماما من يو إن. المتناقصة يو ان زائد واحد اصغر او يساوي يو ان. واخر وحده ثابته يو ان زائد واحد يساوي يو ان. هلا في الطلاب كيف حافظين مثلا اول وحده؟ بينقل هي لهون، بيقول يو ان زائد واحد ناقص يو ان اكبر من الصفر تقبل. نقلها لهي لهون صارت. إذا هاي مستنتجة من هاي، ما في مشكلة، هاي الأصلية وهاي المستنتجة من هاي. تمام؟ بيصور يصور، عم يكتب يكتب على السريع شوي، معك 30 ثانية. مين بده يجي يسبح بالمسبح بعد العطلة؟ عشان يعملوا لكم خصم، ارفعوا ايديكم لشوف. لك كترونا شاي. دخلة أظن 5000. 8 ايش بصفى بحر؟ طبعا ما في أحلى من البحر، أنا ما بحب أسبح بهيك مسابح أبدا. البحر غير. بحر ام الطيور كرمال بنات ام الطيور، رح اطلع هالسنة ام الطيور ان شاء الله. كرمال بنات يا يعني من كتر ما عزموني، مو كرمال بنات ام الطيور اللي هونيك، طلبات طلباتي قصدي، حشني تعطلة. كرمال طلباتي اللي بام الطيور، من كتر ما عزموني طلب، مو كرمال بنات ام الطيور. بكره بيقصوا لها الجمعة يقول ها بسوانجي كمان. طيب خالصين، اي وحده بدنا من هدول؟ المتزايده تماما. بنقول نحن كانه حسبناها لهي اول طلب، حسبناها ولا ما حسبناها؟ من الطلب الاول طلع معنا يو ان زائد واحد ناقص يو ان بيساوي 3. طب ال 3 مو اكبر من الصفر؟
بتقول اكبر من السطور يؤدي متزايده. تمام، هي جاهزه طبعا. او بتنقل هي لهون بتقول يو ان زائد واحد اكبر من يو ان. هذا جاهز طلع. لو ما حاسب الطلب الاول كنت بتحسب الطلب الثاني. هل هناك داعي للبرهان بالتدريج في هذا السؤال؟ كلا، لأن المتتالية ما أنا معرفة بالتدريج، فأنت بتستخدمها بطريقة عادية أحد هذه المعايير. طبعا في طريقة تانية، إذا بتتذكر كنا نفرض تابع، تفرض تابع تشتقه بيطلع ثلاثة، بتقول ثلاثة أكبر من صفر، التابع متزايد فالمتتالية متزايدة كمان بتصير. السؤال الثاني، لتكون المتتالية المعرفة، هي إجت من سنتين بالعلاقة مثل يعني يو ان زائد واحد بيساوي 2 يو ان ناقص 3، نعرف المتتالية في ان الى اخره. طبعا كون انه الاساتذة عم يحطوا اسئلة وليس الموجهين، هيدي ايجابية للطلاب، نحن بنعرف سرها، لانه الاستاذ اللي عم بدرس بيعرف انه الطلاب ما عم يلحقوا المنهاج كله خاصة بالرياضيات، لذلك ما راح يجيب لك انشطة غريبة، ما راح يجيب لك التمارين اللي بنهاية الكتاب مثل تمارين التكامل اللي موجودة باخر صفحة، ما راح اجيب لك تمارين الاحتمالات الموجوده باخر صفحه. يعني هذه ظاهره ايجابيه شفناها بالفيزياء وشفناها بالعربي، كان الاسئله مالوفه باثنين. لذلك الرياضيات هاي السنه انا اعتقد انه راح تكون اسهل دوره بالدورات السابقه، والله اعلم. فان شاء الله هذا الكلام بيكون من حظكم الجميل. يا السؤال الثاني، يو ان زائد بيساوي 2 يو ان ونو صفر بيساوي 2. خليك معي، ونو صفر بيساوي 2، نعرف المتتالية في ان تساوي 1 على يو ان ناقص 3. لاحظ بالرموز عندك يو ان وفي ان، اذا عندنا متتاليتين. هذا جاي اول مره راي فايده، اول مره بيجي لعنا، لك اول مره، مو اول مره بهالمجموعه، اول مره بالمراجعات. لك ولا ليه؟ لك اول مره يعني امبارحه ما كان موجود. ايه هلا زبط. امبارحه ما كنت موجود؟ كنت موجود البارحه؟ ليش لا فايدة؟ قصدي مين اليوم سجل؟ اليوم اجا اخيرا زبطت. اكتبوا لنا اسمعكم على ورقة من عندك، شقي ورقة، اسمك الثلاثي، اي محافظة عم تقدمي؟ اسمك الثلاثي، محافظة التقديم، ورقم الاكتتاب عشان نجيبك على حفل التكريم. بركي شي بيطلع شي دكتور من بيناتكم بنجيبه على حفل التكريم. حفل التكريم كل واحد مجمع 200، ما تجمع لي 229.9 اللي بدي يجيها ما في. طبعا بعد الدورة التكميلية، الدورة الأولى أنا أعتقد ما حدا بيجمع هالمجموع أصلا، بالتكمليه كل العالم عم يلحقوا 203، بس بالاولى يعني 220 210 بعض العالم بالتكمليه عم ينطوا. هلا اللي مضروب بالعربي او بالفيزياء ما في مشكله، الفرصه قائمه قدامك. انت انضربت بالفيزياء او بالعربي جيب تامه بكل المواد واكمل العربي، يرجع بصير مجموعك 230 وما فوق. اذا انضربت بمادتين بحق لك تكمل مادتين، اذا انضربت بثلاثه يعني اذا انت نشحان كل المواد بحق لك تختار ثلاثه. وين المشكله اذا انت رسبان ماده؟ الشاب اللي كتب فيه تقرير ما بعرف مين هو بالعربي، تمام، بتشوف شوف شو بتعمل انت بالذات، حاله خاصه انت بالعربي راح يرسبوك يحطوا لك صفر لانه في تقرير. هلا بيعرف حاله رسبان بالعربي ورسبان بالفيزياء 100% مو 99% لانه بجوز تنجح 100%، بتفوت على فحص الرياضيات بتشوف حالك ما انا جاي 500 وما فوق، تشطب بتطلع اخر شيء تشطب مو اول شيء. يعني لانه بدك تكمل العربي بتكمل مع مين؟ الرياضيات. اللي رسبان بماده ما بيكمل الا ماده اللي رسب فيها فقط،
يعني ما بيختار اثنين تانيين معه. اللي رسب بمادتين بيكمل اثنين، اللي رسب بثلاثة بيكمل ثلاثة. هذا كل ذكي شوي. لذلك أنا كان عندي بنوتة العام الماضي قالت لي أنا رسبانة بالوطنية، تعرف حالة تارك الوطنية. فقلت لها إذا انضربت بالكيمياء آخر يوم اشطب الكيمياء، بالفعل شطبت الكيمياء، أنا طلعت مشحانة بالوطنية. بدك تكون عرفان حالك رسبان. مو والله بين 80 و 90 تمام؟ بالنوتة الثانية قالت لي أنا رسبانة إنجليزي. قامت رسبت حالة رياضيات عشان تكملها مع الإنجليزي. عم طلعت شحالة انجليزي. شوفها معقول في طالب غشيم ما بيعرف اسمه الا شحال؟ والله في للاسف في. انا بقول متاكد انك رسبان، ما بقول والله بين النجاح والرسوب، لانه الصلاله والتصحيح بتجي سهله كثير، بتساعد الطالب مهما يكون كاتب بطريقه خرندعيه بيعطل على. الان اثبت ان في ان هندسيه. يلا ركز معي لا تتلبك. كول سبانخ، سبانخ باب باي. في ان زاد واحد على في ان، انتبه يا بني. في ان زاد واحد على في ان، شايفه لهي الفي ان زاد واحد، بتروح بدل هالان بتحط ان زاد واحد، بتصير واحد على يو ان زائد واحد ناقص كلات على ال VN نفسها واحد على UN ناقص كات. هاي VN زاد واحد بالوسط و VN بالمقام. هو ليش عطاك ال UN زائد واحد؟ مشان تستفاد منه. انتبهت؟ لونها لها ال UN زائد واحد مشان تتذكر انه بدي اعوضها. بتصير عندك واحد على ال UN زائد واحد تطلع لفوق 2 UN ناقص كات. اليون وسط في ناقص ثلاثة. هاي بينسوا الطلاب، شايفين الفخ؟ بحطوا هذيك فكروا انه حطوها، بينسوا الثانية. على واحد على يو ان ناقص ثلاثة. بصير معك واحد على 2 يو ان ناقص ستة على واحد على يو ان ناقص ثلاثة. قسمة كسرين، الأول بمقلوب الثاني. الأول بمقلوب الثاني. شو بصير معنا؟ واحد على 2 يو ان ناقص 6 على، لا مو على، نعتذر، هاي تطلع لفوق بتصير يو ان ناقص 3 يو ان ناقص 3 على 2 يو ان ناقص 6. الآن بصير معك يو ان ناقص، طل هون الحركة هي اللي عم تجيب العلامة. آخر شيء دايما اسحب عامل مشترك، اسحب اثنين عامل مشترك بالمتتالي الهندسية. شباب الخطوة الأخيرة دايما طلع عامل مشترك، تطلع اثنين لبرا بتصير يو ان ناقص ثلاثة. عم تروح هاي مع هاي عم يضل الجواب نص، بتقول لي يساوي ثابت يساوي كيو. متعود يشتغل بس على البسط، يعني يعملها في ان زائد واحد اخر شيء عم تطلع معه عدد ضرب في ان، كمان صح كمان يقبل. هاي الاصليه وهذيك مستنتجه من هاي تقبل. طلعت المتتاليه هندسيه. بعدين عين اساسها، قلنا الاساس طلع نص. حدها الأول يعني V، كيف بدك تعرف V صفر ولا V واحد؟ من وين بدك تعرف V صفر ولا V واحد؟ بتروح على الرمز تبع V تحت القوسين، هو بيحط لك هون دليل البدء. شو حاطين؟ صفر ولا واحد؟ صفر. معناها بتبلش من الصفر، بتبلش من الصفر. الآن بدنا نحسب البيت صفر،
الفي صفر بتروح لعند الفي ان، وين الفي ان؟ في ان رجع اعطوني اياها. واحد على هيك يا معناها الفي صفر هي واحد على يو صفر ناقص ثلاثة، معناها هي واحد على اليو صفر كام ليك؟ اثنين، اثنين ناقص ثلاثة معناها هي ناقص واحد، طلعت معنا ناقص واحد. شو بده لسه؟ شو بده؟ اكتب يو ان امتحانات ما بيقولوها بهي الصعوبة، ظبط لي اياها. اكتب في ان بدلالة ان ثم استنتج يو ان بدلالة ان، ظبط علي. اكتب في ان بدلالة ان ثم استنتج يو ان بدلالة ان. اكتب في ان بدلالة ان ثم استنتج يو ان بدلالة ان. هلا ليش ما فينا نكتب يو ان بدلالة ان؟ لان اليو ان معناها هندسية. مين الهندسية؟ في ان. منطبق قاعدة الأساسية للمتتالية الهندسية. شوفوا شباب الـ VN هندسية، لذلك شو بتقول؟ القاعدة تقول V نجمة على V قلب يساوي QS نجمة ناقص قلب. بتروح شو بتعمل؟ تختار النجمة، تختارها N، N يعني VN، والقلب اختاره عكيفك. اي دليل حده معلوم. انسى مروه، خذ الاوراق الجداد من الطلاب، خذ الاوراق اللي مسجلين جداد من الطلاب، جيبوا لنا الورق من الطلاب. انا بقول لك الطلاب يكتبوا الاسماء والانسات قاعدين، ما حدا بيطلب الورق، الطلاب بيكتبوا الاسماء وبيحطوها بالجيب وبيروحوا. مين ما كتب اسمه من الجداد؟ اللي جايين البارحه، اللي جايين اليوم، مين ما كتب اسمه؟ شوف يا انسى، لازم يكون السته صح؟ يا القلب شو بدنا نختاره لنا فاطمة؟ صفر. ليش؟ لاني انا بعرف الفي صفر. يا شو بتصير؟ طبقها. بتصير عندك في ان على في صفر يساوي في ان على في صفر يساوي كيو اس ان ناقص صفر، تمام؟ عوض معي، في ان على الفي صفر كم؟ ناقص واحد. الكيو كم؟ نص اس ان. الان وزع وسط المقام واحد اس ان واحد على اثنين اس ان، والناقص تنضرب فيها. اخر جواب في ان بيساوي الناقص، تطلع لهون ناقص واحد على اثنين اس ان. اكثر من هيك ما فيني ظبطها. الآن تتوزع على البسط وعلى المقام، واحد أس إن واحد على اثنين أس إن. مين بدنا لسه؟ هلا بدنا يو إن بدلالة إن، يو إن بدلالة إن. نبحث عن علاقة بين يو إن وفي إن. وين العلاقة بين يو إن وفي إن؟ هي من التمرين موجودة. أعطونا اليو إن والفي إن من التمرين، وينهم؟ هن قالوا في إن بيساوي واحد على يو ان ناقص ثلاثة. يعني شو بصير معنا؟ انتبه، هذول بيطلعوا لفوق، هاي بتنزل لتحت، بصير عندنا يو ان ناقص ثلاثة بيساوي واحد على بي ان. هيك بنعمل علاقة. ترجع بتنقل النقط، في كثير عالم ما بيعرفوا يتعاملوا معي. هذا اسحبهم لفوق، يعني اليو ان ناقص 3 لفوق، الفي ان لتحت، وانقل هاي للجهه الثانيه، بتصير يو ان تساوي 1 على في ان زائد 3. وارجع عوض الفي ان اللي طلعت معنا، شو هي؟ 1 على وين الفي ان؟ انكش لي اياها. واحد على اثنين أس إن، وهي ناقص كرمالك زائد ثلاثة. أول مقلوب الثاني، هاي بتطلع لفوق، شو بتصير؟ الناقص كمان بتطلع لفوق، ناقص اثنين إن ولا اثنين أس إن كانت؟
مين اس ان زا اكثر من هيك ما بقى فيني ظبطها. صح عندكم؟ اللي بعدها اللي بعدها خلصت ولا ما خلصت؟ السؤال الثالث. بالسؤال الثالث رح نبلش نعلمكم نعمل البرهان بالتدريج. رح نذكرك بالبرهان بالتدريج. عبر رياضة ياسر. سامعتني البفلة جنبك؟ سكر الشباك اللي بجنبك. مو هذا لا انسى سكري لي الباب اللي ورا الباب الرئيسي. هاي ولا شيء اهلي البارحة العالم عم تسمع هون كانت في بنوتة غرقت هيك احسن اعتقد خف الصوت يا هي بنوتة غرقت بس شالوها يعني لا تزعل لا تبكوا لا انقذناها اخر لحظة اول ما انقذناها صارت تأشر علي بدي سجل عنده ان انا بالبكالوريا ان شاء الله. السؤال مو ان زائد واحد بيساوي مين يو ان على يو ان زائد واحد والمو صفر اعطيك اياها مين. يلا اخر محاولة انقاذ للبرهان بالتدريج بعد هلا ما فيني انقذك لذلك حاول هالمرة القطة بطريقة حلوة رح خليك تلقطة قبل ما حلو لهذا الثالث وروح على السؤال العاشر. يلا العاشر اول طلب إذا إجاك برهان بالتدريج العاشر أقوى من الثالث. هلا بقول لك ليش. أول طلب أعطيك يو إن زائد واحد يساوي يو إن على اثنين زائد اثنين على يو إن شو كمان أعطيك والمطلوب اثبت ان اف اكس يساوي اكس على 2 زائد 2 على اكس. نجي الان اثبت ان التابع متزايد تماما. كيف الأثبت تعال؟ ليش شو عاملين هنه؟ المتتالية المعرفة بالتدريج شان بالتدريج يعني هون N زائد واحد هون N هون UN زائد واحد هون UN بحقلك تشيل اليو UN تحط X بحقلك تشيل UN زائد واحد تحط FX عملولك ياها تابع هن عملولك ياها تابع مشان انت تستفاد قالك أثبت انه متزايد تماما شو تعمل تشتقه كيف اشتقوا الX على 2 هي أصلا نص X اوعى تجحش وتقول مشتق البسط بالمقام كبرنا على هاي الاكس على 2 هي نفسها نص اكس اسحب النص على جناب يعني مشتقه نص زائد الاثنين على اكس كيف اشتقوها الاثنين بيسحبوها على جناب هيك بتصير 2 بواحد على اكس اثنين بيسحبوها على جناب بيفتحوا قوس مشتق الواحد على اكس هو ناقص واحد على اكس مربع عشر مشتق البسط بالمقام الى اخره. المهم الجواب عم يطلع نص زائد ناقص 2 على اكس مربع. صح الاشتقاق معنا ولا لا؟ تأكدوا منه. يا نعمل جدول
التغيرات او الاضطراد. طبع علي لما بدك تعرف بالمتتاليات، متزايد ولا متناقص؟ بالسطر الاول بتحط، ما بتحط من ناقص لنهاية، بتحط من دليل البدء للزائد لنهاية. شو هو دليل البدء بالسؤال دوه؟ بالتعريف هيك في قوسين، هون شو قايل لك؟ ان اكبر او اذا هون شو بتحط؟ بتحط صفر، من صفر للانهاية فتحة اكس. هل ركز معي، خد اي عدد بعد الصفر، حط هون اي عدد بدك اياه، يعني. حط هون، حط هذا بعد الصفر واحد، شو اسمه؟ نص زائد، عم يطلع موجب ولا سالب؟ شو نص زائد ناقص 2 على 1، كيف عم بقول برهان متتالية متزايدة؟ شو عم يطلع؟ ليش متنين؟ اها ليش ما عم تحكوا طيب؟ لا اذا اعطيك مجموعة تعريف ما فينك تاخذها من دليل البدء. اصلا دليل البدء لازم يكون مثل مجموعة التعريف، لازم يكون دليل البدء هون شو؟ 2. اعطيني من وين لوين؟ اها بعتذر، بتحطها من 2 لونوا لنا المجال بالله اللي هن اعطيناك، ما مشكلة، حطها من 2 للزائد لنهاية. تمام؟ اعطينا عدد بعد 2، 3، 10، خد 10. ناقص 2 على 100، مين أكبر؟ نص ولا ناقص 2 على 100؟ النص أكبر من ناقص 2 على 100. شو ما أخذت عدد بعد 2 رح يطلع معك الناتج متزايد، وأصلاً أنا عم لك أثبت أنها متزايدة تماماً، فبتحط الزائد والسهم. طلع متزايد، شو الفائدة انه عم يطلع هذا التابع متزايد؟ ونشوف الطلب الثاني. نزل على الطلب الثاني. اثبت بالتدريج. لو كلمة اثبت بتقعد بدال استنتج. بالامتحان بيقول لك استنتج احيانا بدل اثبت. اكتب الفكرة جنبها، نصور الاطراف. لا تنساها لهي. نصور الاطراف، اتذكر معي الاف شو طلع؟ الاف طلع متزايد تماما. لذلك بالطلب اللي بعده دائما رح تستخدم الاف. شوف كيف تصوير الاطراف يلي عم يتعذب بالبرهان بالتدريج. العلاقة اللي اعطيني اياها يو ان، العلاقة اللي اعطيني اياها يو ان زائد واحد اكبر او تساوي 2 اصغر او تساوي اليو ان. شو بعمل؟ شو بعمل؟ أول خطوة، ركز معي على خطوات البرهان بالتدريج. أول خطوة نرمز للقضية. هاي أول خمس علامات. بتروح بتسميها إي إن. إي إن بتكتب هيدي العلاقة، يو إن زائد واحد أصغر بيساوي 2 أصغر أو يساوي اليو إن. أصغر أو يساوي اليو إن. ثاني خطوة. نبرهن صحة العلاقة من أجل أصغر عدد بالمجموعة اللي هو ذكرها. هو ذكر 2 ولا الصفر كان هون؟ الصفر، من أجل الصفر. خلاص إذا حط الصفر بدنا نلتزم بالصفر. ابقى بتروح بدل كل إن تكتب صفر، أي بدك تبرهن إنه اليو واحد أصغر من اليو صفر أكبر من 2. بتعوض اليو واحد واليو صفر اللي معنا إياهم. اليو صفر اعطونا اياه بالسؤال. اليو صفر قديش؟ 3، بتعوضها هون. واليو واحد احسبوا لنا اليو واحد. وين اليو واحد؟ من وين نحسب اليو واحد؟ مين بيقول لنا؟ من التعريف. تعريف. كيف الـ واحد يا ساندي؟ وين ساندي ضايع عليه؟ قولي يلا حركين لعقلاتك نعسانة. ها يو واحد يساوي ليك كل حد مرتبط باللي قبله، بتصير يو صفر على 2 زائد 2 على يو صفر، بتجيبها من هون
اللي هو 0 3 على 2 زائد 2 على 3 شو عم تطلع؟ واحد المقامات قديش؟ 12 على 6 كم؟ 2 عم تطلع الإجابة 2 13 على 6 حكوا على أي مثلا؟ 3 ب 3 9 2 ب 2 4 9 و 4 13 مظبوط والله بسيطة بتصير قبل الفحص بيوم 13 على 6 قديش؟ 2 وشوي طلعت محققة شو طلعت؟ محققة ليش؟ لأنه 13 على 6 أكبر من 2 وأصغر من 3 هاي ثاني خطوة ثالث خطوة ركز على ثالث خطوة نفرض اي ان صحيحة نفرض اي ان صحيحة شو يعني؟ نرجع بنحطها مثل ما هي ما بنحركها 2 اصغر او يساوي يو ان زائد 1 اصغر او يساوي اليو ان بسميها نجمة اخر خطوة نبرهن اي ان زائد 1 صحيحة يعني بتروح على العلاقة بتحط بدل الان ان زائد 1 اي سنبرهن ركز معي بدل الان تكتب ان زائد 1 شو بصير معك بدك تبرهن له انه الاثنين اصغر او يساوي يو ان زائد 2 اصغر او يساوي يو ان زائد 1 هيدي العلاقة اللي بدك تبرهنها وهنا الطلاب بتعذبوا على طول باخر خطوة انت طالما معك تابع عين شو بتعمل تنطلق من هاي ما متراجحة بتقول ننطلق من نجمة وين النجمة الخطوة اثنين اصغر او يساوي اليو ان زائد واحد اصغر او يساوي اليو ان بتقول له نصور الاطراف بس هيك بتعمل نصور الاطراف الاف اللي طلع معك متزايد ولا متناقص بالطلب اللي قبله متزايد ولا نغير الجهة ولا نغير الجهة نصور الأطراف ولا نغير الجهة الآن بتحط لهي اف لهي اف لهي اف بتصير اف 2 أصغر أو يساوي اف اليو ان زائد 1 أصغر أو يساوي اف اليو ان شو الفائدة؟ هذا التصوير سحر كل واحد يقلب على البعض مباشرة بلا ما تعمل شيء يعني لا بتضيف ولا بتطرح ولا بتعمل اقليدس ولا بتعمل شيء مباشرة اليو ان اف اليو ان بصير يو ان زائد 1 اف اليو ان زائد 1 بصير يو ان زائد 2 اف 2 احسب لنا اف 2 ارجع احسبوا لي اياه تطلع 2 وهو المطلوب لاحظ فورا توصل على المطلوب هاي فائدة انك تفرض تابع هاي فائدة انك تفرض تابع احيانا عم يجيبوا التمرين انه ما بيكونوا فارضي مثل السؤال اللي كنا عم نحكي عنه السؤال الثاني رجع السؤال الثاني نظرة السؤال الثالث انه ما فارضي نحن نفرض التابع اذا فكرت السؤال الثالث رجع لعندك اكتب نفرض تابع تابع السؤال الثالث كيف نفرضه تعال نساعدك بالفرضية كيف نفرضه بحطه بدل يو ان زائد واحد بعدين نرجع للطلب الاخير يعني يساوي 2 يو ان على يو ان تبع كيف افرضها هاي بعملها اف اكس هاي بعملها اكس بس هيك اشتقت تطلع متزايدة او متناقصة بالخطوة الاخيرة بالبرهان بالتدريج شو بنقول نصور الاطراف كتير من الطلاب عم يعتمدوا على طريقة تصوير الاطراف بس بلا ما يفرض التابع هذا التابع بتفرضه بتبرهن متزايد ولا مطلع اخر خطوه بتصور الاطراف اسهل من انك تضيف وتطرح الى اخره
خاصة بالتمارين المعقدة اللي فيها مثلا يو ان مربع زائد 2 يو ان زائد 3، ما فينا قضى، بدك تتمم المربع كامل والى اخره، شغل طويل جدا. بالنهاية بترجع للطريقة لمهاراتك كطالب. هلا هون فرضوا عم تطلع متزايد، هلا شو مشان لو طلع الاف متناقص بصير؟ بصير. بتقول منغير الجهة، بتقول نغير الجهة، يعني بتصور اوكي بس بتغير الجهة. طالب لازم يدير باله شباب، انتبهوا كيف. اذا اتبع يو ان بدلالة ان، فيه يعتمد على الاف مباشرة، قول اف متناقصة فالمتتالية متناقصة. اما اذا تدريجية ما فيني يعتمد عليها. اذا بالتدريج لما بتفرض تابع ما بتعتمد عليها الا بالبرهان بالتدريج، يعني الا بتصوير الاطراف. احيانا شان تطلع عم تطلع الاف متزايدة بس تكون متتالية متناقصة، تمام، ما لها علاقة ببعضهم. يعني إذا البرهان إذا متتالية معرفة بالتدريج مثل أسئلتنا هدول يو إن زائد واحد، تستخدم الإف لتصوير الأطراف. أما إذا المتتالية معرفة يو إن بدلالة إن، إذا بدك تعتمد على إف فينك تعتمد على إنها متزايدة أو متناقصة. تفضلي. تصوير أطراف كل ما يكون عندك تابع فينك تاخذي على طول. بالتدريج على طول بحق لك تفرضي تابع، بتصوري شو؟ ضل هلا هلا اول طلب بالسؤال الثالث صار سهل، شوف الحال بتصوير اطراف، استنتج متناقصه من الطلب السابق مباشره، شوف لانه بالطلب اللي قبله يو ان اكبر او يساوي يو ان زائد واحد مباشره من الطلب السابق. بنروح على الطلب الاخير بالعاشر مشان ما ننسى، استنتج المتتاليه متقاربه، شوف كيف برهنوا متقاربه. أن ذكرك بالمتقاربة ياسر لعب رياضة. بس عند لا لحظة اللي بتكتب اف بتغير المتقاربة. بعتلنا الأنسة فدوى شوي المنال، خلي الأنسة فدوى تحكيني. يلا السؤال، كيف البرهة المتقاربة؟ بالمتقاربة شباب إذا كانت بالتدريج، لا عفوا، إذا كانت يو ان زائد واحد بدلالة يو ان يعني بالتدريج غير عن يو ان بدلالة ان، مختلفين عن بعض. هون ليلى الاستاذ فارس بده نية مي ما تكون باردة كتير، عادية، إذا ما في بالبراد من برا البراد، نية مي كبيرة، إذا ما في كبيرة صغيرة. يا هون شباب عنا طريقتين، إما بتقول متزايدة ومحدودة من الأعلى، هاي طريقة، أو بتقول متناقصة ومحدودة من الأدنى. أما طيب نحن تمرين أي واحدة من هدول، أي الطلب اللي قبله أو تاني طلب، رجع الطلب التاني يو ان زائد واحد اصغر او يساوي اليو ان، هي متزايدة ولا متناقصة؟ شو؟ متناقصة، مو التابع يا قلبي، مو التابع، المتتالية. هلا كنت عم بقول التابع بيطلع متزايد، متتالية بتطلع متناقصة، ليك هي متناقصة. بتقول متناقصة، حل طلبنا الآن تبع التقارب يا السؤال، بتقول متناقصة ومحدودة من الأدنى بالعدد. هون شو كان في هون؟ هون شو كان في؟ اثنين بالعدد اثنين، فهي متقاربة. انتهى الموضوع. هيك بحلوها. إذا متزايدة شو بتقول؟ إذا متزايدة بتقول متزايدة ومحدودة من الأعلى. إذا متناقصة شو بتقول؟ متناقصة ومحدودة من الأدنى.
شنو ان تعال شوف لهي. اذا كانت هو ان بدلالتين هاي الحاله هون لازم يكون نهايتها عدد. هون لازم يكون نهايتها عدد. نعطيك مثال على هاي. بالمتباعدة بيكون نهايتها لا نهاية. هنيك لا ما في. بالمتقاربة بيكون نهايتها عدد. مثال صغير على هاي. مثلا يو ان يساوي ان على ان مربع زائد واحد. صب لمت يو ان. لمت يو ان. درجة البسط اصغر من المقام. طبعا النهاية دايما بتكون عند اللا نهاية. درجة البسط اصغر من المقام معناه نهايته شو؟ صفر. طالما طلع عدد معناه شو بتقول؟ متقارب. هذا اذا كان يو ان بدلالة ان جاهزة مباشرة. طب لنا اي وحدة لنا على هي. طبعا هذول دايما بيكونوا من الطلبات السابقة موجودين. شوف هسه الطلب بيطلبوه غلطوا في الطلاب بيقولوا النهاية أوجد نهايتها. في هيك طلب العشر احسب نهايتها. لو ان كلمة نهايتها اكتب نحل المعادلة fx تساوي x. لو ان كلمة نهايتها اكتب نحل المعادلة fx تساوي x. مين هون سجل فرنسي بالمراجعات؟ سجلوا عندكم العنوان الموعد يوم الأحد. ساعة أنا بعتذر يوم الاثنين. يوم الأحد أنا رح أكون معكم بكرة. يوم الاثنين الساعة 2. يوم الاثنين مركز أونلاين. فعلا يطلع أعرفكم شوي. تمام. بمعهدنا هون مو هون. العلوم هون مع الأستاذ نضال. فعلا يكون جماعة العلوم هون. عددكم كبير فوق المية فبنعمل هون شو. بعد الفرنسي شو عندكم؟ فرنسي أيوه. فرنسي اي يوم؟ تاني ولا ثلاثة؟ أربعة، معناها العلوم بيكون يوم الأربعاء، سجلوا العلوم أربعاء الساعة 2. أنسة جميلة وين ضايعة؟ خليها تسجل لي المواعيد عندها. يسلموا إيديك يا أنسة. أنسة سجل مواعيد المراجعات، فرنسي الساعة 2. سجل يا أنسة. أعطوا المواعيد الأنسة ورا. أنسى الفرنسي مركز أونلاين العلوم هون. يا بالنسبة لإلكم أنا بدي أعمل بس مباشر بكرة ما حدا بيحضره. تمام. أنا كل شيء لازمكم بالبس أنا أعيره هون. أوكي يعني ما أعطي أسئلة لحدا. لا تفكروا إني عم أجيب الأسئلة يعني. فبالبث المباشر ما بتحضر شيء، بتحضر هون فقط شو قايل لك انا. شو حكي يعني اللي حكيناه هون يكفي. بقصد لا تروح تروح وقتك بالبيت تحضر لي البث المباشر. اذا تعبان كثير احضر البث المباشر، اذا ما عم تدرس احضره. اما اذا متراكم عليك دروس لا تحضر البث المباشر. الدراسة احسن. إذا نهايتها لو أنا أكتب نحل المعادلة fx تساوي x. كلمة نهايتها نحل المعادلة fx تساوي x. كيف يعني الكلمة بتروح
انت بيكون معك بالتمرين يو ان زائد واحد ويو ان، هاي بتحط بدالها اكس وهاي بتحط بدالها اكس، هيك يعني. شان نحل المعادلة اف اكس تساوي اكس، بدل اليو ان بتحط اكس وبدل اليو ان زائد واحد بتحط اكس. هاي ما عم بفرض، عم حل المعادلة، ما عم بفرض، انا عم حل. هذا اذا ما فارق تابع، اما اذا فارق تابع بس بتقول له اف اكس يساوي اكس. تكتب هون الاف اكس، شو هي الاف اكس؟ اكس على 2 زائد 2 علي، فهون شو بتحط؟ اكس. وبتحل لها المعادله، بتوحد المقامات تطلع معك الاكس. اذا ما فارضين تابع بتشيل اليو ان زائد واحد بتحط اكس، وبتشيل اليو ان بتحط اكس، وبتحلها بتطلع نفسها هي. هاي بدل يو ان زائد واحد، هاي بدل يو. لا اله الا الله، ما نعمل اف اكس يساوي اكس، يعني شيلي حطي بدالها اكس. هاي ركزي، هاي ما عم بفرض، انا ما عم بفرض، انا عم حل المعادله اف اكس تساوي اكس. طيب انتبه علي، اعطونا الجواب، اشطلع الجواب عندكم، فرجيني الحل بالورقة الصغيرة الحال. فنجد 2 تمام، بيطلع جوابين هو واحد سالب بتقول مرفوض، واحد موجب اعتقد بتقول مقبول. كيف تعرف المقبول والمرفوض؟ بتعين على حد البدء. حد البدء شو كان يا السؤال؟ شو كان حد البدء؟ 3. طب هو متناقصة بينزل لعند 2، مبين من هون كمان عينه اليو ان اكبر او بيساوي شو؟ 2. اذا عندك طلع الاثنين والواحد تاخذ الاقرب لحد البدء دائما، اذا طلع عندك جوابين خذ الاقرب لحد البدء. رجع على السؤال الرابع، السؤال الرابع وين بتجي؟ السؤال الرابع أربعين علامة مساعدة إجا من سنتين، إن شاء الله بيجيبها مرة ثانية. جلسة المتتاليات، أول شيء عم نعمل مخطط للمتتالية الحسابية والهندسية. تتذكر كيف طريقة العمل لهالمتتاليتين؟ المتتالية الحسابية كل حد ينتج عن سابقه بإضافة عدد ثابت، لون كلمة إضافة. هذا العدد بنسميه أساس المتتالية بنرمز له R. أما بالهندسية شباب كل حد ينتج عن سابقه بضربه بعدد ثابت، بضربه هذا العدد يسمى Q. إجل قاعدة الأساسية اللي تستخدمها بالمتتالية الحسابية، يو نجمة ناقص يو قلب بيساوي نجمة ناقص قلب يو. النجمة والقلب هن دليلين، يعني 5 6 2 ان، اذا طلبت منك يو ان استخدمها لهي.